هذه المسألة الأولى هنا طلب منا أن نجد طول هذا المقطع، المقطع سي إي، ثم لدينا هذان الخطان المتوازيان AB يوازي DE، ثم لدينا هذان الخطان المستعرضان حيث يكونان هذين المثلثين. لنرى ما يمكننا عمله هنا. إذن أول شيء ممكن أن يبرز أمامك هو أن هذه الزاوية وهذه الزاوية هما زاويتان متقابلتان بالرأس، بالتالي هما متطابقتان. الشيء الآخر الذي يمكن أن يظهر هو أن الزاوية CDE، الزاوية CDE هي زاوية داخلية متبادلة مع CBA. إذن لدينا هذا الخط المستعرض هنا، وهذه عبارة عن زوايا داخلية متبادلة وهي أيضا ستكون متطابقة. أو يمكنك القول إذا أكملت هذا الخط المستعرض فسوف يكون لديك زاوية متناظرة مع CDE في الأعلى هنا، وهذه الزاوية هي فقط رأسية. في كلا الحالتين هذه الزاوية وهذه الزاوية متطابقتان، بالتالي لقد رسخنا أن لدينا مثلثين ولهما زاويتين متقابلتين متساويتين، وهذا بحد ذاته كاف لإثبات التشابه. يمكننا حقيقة أن نبين أن هذه الزاوية وهذه الزاوية هما أيضا متطابقتان من خلال الزوايا الداخلية المتبادلة، لكن لسنا بحاجة لذلك. إذن نحن نعلم أنهما متشابهان. في الواقع يمكننا أن نقولها من خلال الزوايا الداخلية المتبادلة، هاتان أيضا متطابقتان، لكننا نعلم بما يكفي لكي نقول أنهما متشابهتان حتى قبل عمل ذلك. بالتالي نحن نعلم أن المثلث، سأحاول أن أميزها بالألوان بحيث يكون لدينا نفس الرؤوس المتقابلة، وهذا حقيقة مهم جدا لمعرفة ما هي الزوايا وما هي الأضلاع المتطابقة مع أضلاع أخرى، بالتالي لا تخطئ في حساب النسب أو سوف تعلم ماذا يطابق ماذا. بالتالي نعلم أن المثلث ABC، المثلث ABC مشابه للمثلث إذن A، هذا الرأس A يقابل الرأس E هنا، مشابه للرأس E، ثم الرأس B هنا يتطابق مع الرأس D. إذن EDC، EDC الآن ماذا يقدم لنا هذا؟ حسنا، هذا يخبرنا أن النسبة بين الأضلاع المتقابلة سوف يكون لها نفس، سوف تكون نفسها قيمة ثابتة ما. إذن لدينا ضلع مقابل، بالتالي النسبة مثلا الضلع المقابل لبي سي، الضلع المقابل لبي سي سوف يكون دي سي. يمكننا رؤيته فقط من خلال الطريقة التي كتبنا بها التشابه. إذا كان هذا صحيحا بالتالي بي سي هو الضلع المقابل لدي سي، بالتالي نعلم أن بي سي، بي سي طول بي سي على دي سي هنا، على دي سي سوف يساوي طول، حسنا علينا أن نجد ما هو سي إي، هذا ما يهمنا، وأن أستخدم بي سي ودي سي لأننا نعلم قيمتهما. بالتالي بي سي على دي سي سوف يساوي ما هو الضلع المقابل لسي إي؟ سي إي الضلع المقابل هنا هو سي إي، سوف يساوي سي إي على سي إي، سي إي على سي إي الأضلاع المتقابلة هنا. هذا الأخير والأول، والأخير والأول، سي إي على سي إي،
ونحن نعلم قيمة بي سي هنا تساوي 5، ونعلم ما هي قيمة دي سي إنها 3، ونعلم ما هي قيم سي اي أو اي سي هنا، سي اي تساوي 4، بالتالي يمكننا إيجاد حل لسي اي الآن. إذن يمكننا حسناً يوجد عدة طرق للتفكير فيها. يمكنك عمل ضرب تبادلي، وهو حقيقة فقط ضرب الطرفين في كلا المقامين، بالتالي تحصل على 5 ضرب طول سي اي. إذن 5 ضرب طول سي اي يساوي 3 ضرب 4، وهو فقط ما يساوي 12. ثم نحصل على سي اي، سي اي يساوي 12 على 5، 12 على 5 ويساوي 2، و2 على 5 هذه سوف تكون 2 و2 على 5. ولقد انتهينا، لقد استطعنا استخدام التشابه لمعرفة هذا الضلع فقط من خلال معرفة أن النسب بين الأضلاع المتقابلة سوف تكون متساوية. الآن لنحل هذه المسألة هنا، لنحل هذه، دعوني أرسم خط صغير هنا حتى أبين أن هذه مسألة أخرى. الآن هذه مسألة مختلفة، إذن في هذه المسألة علينا أن نجد قيمة دي إي، ومرة أخرى لدينا هذان، لدينا هذان الخطان المتوازيان هكذا، ثم نعلم أن الزوايا المتناظرة متطابقة، بالتالي نعلم أن هذه الزاوية سوف تتطابق مع هذه الزاوية لأنه يمكن رؤية هذا كخط مستعرض، ونعلم أيضا أن هذه الزاوية هنا سوف تتطابق مع تلك الزاوية هناك، الزاوية هناك. مرة أخرى زوايا متناظرة للخط المستعرض، وأيضا في كلا المثلثين، بالتالي أنا أنظر إلى المثلث CBD والمثلث CAE، كلاهما يشتركان بهذه الزاوية هنا في الأعلى، كلاهما يشتركان بهذه الزاوية هنا في الأعلى، بالتالي لقد بينا مرة أخرى. يمكن أن نتوقف عند زاويتين، لكننا قد بينا أن كل الزوايا الثلاثة لهذان المثلثان، كل الزوايا الثلاثة المتقابلة متطابقة مع بعضها البعض، بالتالي نحن نعلم الآن، ومرة أخرى هذا شيء من المهم عمله، وهو التأكد من أنك تكتبها بالترتيب الصحيح. عندها الآن نعلم أن المثلث سي بي دي، سي بي دي مشابه ليس مطابق، مشابه ليس مطابق، مشابه للمثلث CAE، 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 إذن CAE، مما يعني أن النسب بين الأضلاع المتقابلة سوف تساوي ثابت، فنعلم مثلا أن النسبة بين CB سوف تكون أن النسبة بين CB إلى CA، دعونا نكتبها، نعلم أن نسبة CB على CA سوف تساوي نسبة CD على CE، CD على CE، ونحن نعلم قيمة CB، CB هنا تساوي 5، ونعلم ما تساوي CA هنا، ويجب أن ننتبه هنا هي ليست 3، CA هذا الضلع كله سوف يكون 5 زائد 3 فهو يساوي 8،
ونعلم ما تكون CD. CD هنا تساوي 4. ومرة أخرى يمكننا إجراء ضرب تبادلي، لدينا 5 ضرب CE سوف تساوي 8 ضرب 4، و 8 ضرب 4 تساوي 32. 32، بالتالي CE تساوي 32. 32 على 32 على 5. أو هذه طريقة أخرى للتفكير فيها، أنها 6 و 2 على 5. الآن لم ننتهي بعد، لأنهم لم يسألون عن قيمة CE، سألونا فقط عن هذا الجزء هنا، سألونا عن DE. إذن نحن نعلم أن كل هذا الطول CE هنا، هذا 6 و 2 على 5، بالتالي DE هنا، وهي ما علينا في الحقيقة إيجاده، سوف تكون كل هذا الطول 6 و 2 على 5 ناقص 4 ناقص CD هنا، بالتالي ستكون 2 و 2 على 5، حيث 6 و 2 على 5 ناقص 4 تساوي 2 و 2 على 5، وإذا انتهينا DE تساوي 2 و 2 على 5.